بعض الناس يذكر بهذه الأمور في بدايات الأعوام وفي المناسبات، والتذكير بهذا لأن التغير قد يوجب عند الناس طلبا لتغيير ما في نفوسهم، وإلا فالأصل أن الإنسان في كل يوم وليلة محتاج إلى أن يراجع نفسه وأن يعتبر بما أجرى الله من التغيير في الكون. قال الله تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فجعل تعاقب الليل والنهار موضع للاعتبار والادكار، ولذلك ينبغي الإنسان أن لا يطيل الغفلة وأن يبادر إلى التذكر في أقرب ما يكون من الزمان، فإن الغفلة داء إذا أصاب القلب أعماه، وإذا استولى على الإنسان أرداه. فأسأل الله أن يرزقنا وإياكم العظة والعبرة، وأن يرزقنا قلوبا حاضرة.